اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، ناقدنا الرياضي الكبير استاذ جمال الزويري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ايضا ناقدنا طيب. وحضرتك طيب. ناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ شرف حضرتك، منور الدنيا. ربنا يخليك استاذ جمال. خليني ابدا مع حضرتك بالملعب المحايد. يعني ايه حياد؟ الحياد يعني هل من الممكن ان انا اختار ملعب قبل بدايه البطوله والملعب ده يكون فريق من الفرق اللي وصلت للنهائي ده ملعبها؟ فده معناه ان انا محايد، صح؟ وبعدين غير ولكن كده. ان انا استنى انتظر للمباراه النهائيه بالظبط واعرف طرفي المباراه النهائيه واحدد على لا طبعا. لو ما انا لسه كنت هقول لحضرتك ايه، لو انت محدد من البدايه قبل ما البطوله تبتدي خالص ولا كان حد فتح بقه، مع ان برضو غير مقبول. يعني غير مقبول طالما هتبقى مباراه واحده نهائيه، ما ينفعش انك تدي ميزه اللعب في الارض. بس انا لو مختار من الاول يا استاذ جمال، لو أنا مختار تبقى مقبوله من الاول خالص. ايوه قبل ما تبتدي قبل البطولة. البطوله او مع بدايه ما بتشوف اوروبا مع بدايه البطوله بتبقى متحدده. لكن ان انت تفضل منتظر لغايه ما الرؤيه بقت واضحه جدا وبعدين تيجي تقول هلعبها في المغرب، طيب ما اذا كنت هتعمل كده افتح الباب بقى لان الاهلي او مصر تتقدم، والجزائر تتقدم، وانجولا تتقدم بالظبط كده. ادي بقى الاربع فرق هذا الحق. لو انت عملت كده يبقى انت يعني بتراهن على ان يبقى في حياد. انما الوضع بالشكل الحالي اعتقد مع كل الاحترام للاتحاد الافريقي لو عمل كده تبقى كارثه. هو طبعا ده مش هيحصل. يعني ان شاء الله ده مش هيحصل. واعتقد الاهلي برضو ابدا موقف رسمي طبعا ووجه خطاب رسمي الى الاتحاد الافريقي بمراعاه هذا الامر. نعم. لانه غير مقبول. يعني احنا هنا مش بنتكلم على ان مين يكسب البطوله، بس الوضع الطبيعي مع كل الاحترام للوداد المغربي. لا 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 ملناش علاقه بالوداد. أنا ولا بالمغرب ولا زعلانين من المغرب خالص. لا 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 ملناش علاقه. احنا بنتكلم على احنا يعني هي لو كنت في مصر انا كنت هبقى لا طبعا بالظبط. احنا بنتكلم على منطق منطق ومعقول. بالظبط ايه المعقول وايه المنطق؟ ان هذه المباراه طالما لم يتحدد موعدها حتى الان لا لازم يبقى مكان محايد بلا شك. مظبوط. مش غريبه يا استاذ محمود اللي احنا بنشوفه ده ولا ده طبيعي؟ انا يمكن مش معرفش يعني حضرتكم اساتذتنا هناخد يعني عندكم انتوا اخد من كلام انا اخد من كلامك ومن كلام الاستاذ جمال. هو يعني ايه هو الهدف؟ يعني انت عملت نقله وانت ماشي ورا اوروبا دلوقتي. احنا كنا ذهاب واياب، بعد كده بقول له يا جماعه عشان نطلع من بعد حادثه 2018 و2019 طلعت من الدايره وقلت خلاص هنخلي النهائي مباراه على ارض محايده. كان المفروض يتوجب عليك انك انت هنا ما عملت الكلام ده. عندك قاعده واضحه، الارض المحايده يا جماعه انا عندي ملعب هحدده قبل بدايه الموسم زي اوروبا. احنا عارفين من اول ما تبدا والقرعه معموله، النهائي مثلا كان في روسيا وحصلت الظروف اتنقل لفين؟ لفرنسا. ماشي خلاص. والنهائي اللي جاي اللي بعد السنه اللي جايه هيبقى معروف في الحته الفلانيه، والسنه اللي جايه معروف في الحته الفلانيه قبل بدايه البطوله. قبل بدايه البطوله. ما انت خلاص بتحدد. يعني انت عاوز اقول لك ايه؟ بس اعرف ايه الفكره؟ ان انت الفكره انت سايبها عارف ليه؟ طيب لو قلنا انك انت بتسيبها في اخر الوقت للاتحادات ان هي تقدم طلبات، طيب يعني ايه؟ هتقول لي ايه؟ هل كل نادي مشارك في البطوله من حقه يقول للاتحاد بتاعه لو سمحت اتحاد الكوره اعمل لي والنبي طلب ان انا عاوزين استضيف البطوله؟ ولا دي تحرك نظام ولا تحرك دول؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ كان المفروض يقال ان اتحاد الكوره عندنا قدم طلب لاستضافه نهائي الكونفدراليه لما كان موجود مشارك فيها نادي بيراميدز وخرج من دور الثمانيه. اوكي. طيب والنادي الاهلي فين؟ يعني انت لما قدمت على طلب استضافه نهائي الكونفدراليه ما فكرتش انك انت كمان تستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا؟ مع كامل احترام النادي بيراميدز، الاهلي ام بيراميدز؟ اين البطوله الاقوى؟ اين البطوله الاهم؟ من المسؤول عن الكلام ده؟ اذا كان الحجه اللي بترمي عليها بيقول لك ايه؟ انه في بند في اللائحه يتقال انك انت حسب تقديم الاتحادات. انت ما قلتليش الكلام ده، انت ما قلتليش انه اتحاد بلدك لازم يقدم عشان تستضيف، انت بتقول لي ملعب محايد. ما دام ملعب محايد وصلنا للطرف
للحفاظ على سمعة الكرة الأفريقية والاتحاد الأفريقي أنك أنت لازم تحافظ عليه قبل مني مثلا على فوز الأقدع أو على رئيس الاتحاد بطرس متسبي، أنك أنت حريص أنك أنت خلاص يا جماعة المباراة النهائية هتكون في نيجيريا، هتكون في السنغال، هتكون في تونس، هتكون في الجزائر لو مثلا يعني على سبيل المثال يعني لا خلاص هو أنا اللي أنا أفهمه يا أستاذ محمود يا أستاذ جمال انه مش اللي انا افهمه المنطق بيقوله ان انت الاربع فرق دول بره خلاص بقى ملعبهم اما الاربعه جوه خلاص بموافقه الاربعه الاربعه جوه بالزبط. ويتم الاختيار ما بينهم لا خلاص زي زي احد طلعها لكن ان انت تختار انا اللي انا مستغرب منتظر ليه للوقت الاخير عاوز تقول لي هتحطني في الامر المباشر انك انت دلوقتي تيجي مثلا تفاجئني تقول لي المباراه النهائيه في مركب محمد الخامس وخلاص القرار اتاخد واخدوا المكتب التنفيذي طبعا انت شايف ان السوشيال ميديا وكلك فلان بيقول لك وافق وفلان اعترض ومحدش يعرف حاجه احنا لا شفنا ولا انت هتشوف لا طبعا هشوف. كلام السوشيال ميديا لكن على الاتحاد الافريقي ان يحافظ على مسابقاته ودافع عنها وعن سمعتها بانه يكون حريص على انه المباراه النهائيه تكون على ارض محايده ده هو الواقع والافضل وفي الارض المحايده يكون الفيصل للفريق اللي يستحق يفوز بالبطوله بالظبط كده لسه كنت هقول لحضرتك يعني الكلام مش يعني عايز اقول زي ما بقول استاذ جمال لا مناصب الموضوع ده ولا مفر منه لا ما رب هي القصه كلها ارض محايده ملعب محايد ما فيهاش كلام يا عم ماشي بقى عايز وديني السنغال ما عنديش مشكله وديني نيجيريا وديني اي حته انا في الاخر كنادي اهلي لو وصلت للمباراه النهائيه لو انا كنادي وفاق سطيف وصلت للمباراه النهائيه انا ذنبي ايه ان انا اروح الاعب الوداد المغربي اللي هو الاقرب ولسه في بترو اتلتيكو لكن الوداد المغربي هو الاقرب في وسط 70,000 متفرج انا ما هي لو في القاهره هيبقى 70,000 متفرج اهلاوي لو في الجزائر هيبقى 70,000 متفرج من وفاق سطيف ده يتنافى مع كلمه الملعب المحايد نعم مفيش حاجه اسمها كده بالمنطق ده يبقى انت ما عملتش ملعب محايد انت كده طب الحل ايه يا استاذ جمال ما انا عايز اتكلم مع حضراتكم في حلول رقم واحد استبعاد هذه الفكره نهائيا لا بس انا اللي انا خلاص لا كل المؤشرات يا استاذ جمال كل هو دلوقتي بس هو بيسرب لك وبيضغط عليك وبيحطك قدام ايه انت النادي الاهلي لو تم اتخاذ هذا القرار ما هو التفكير يعني لا وصل النادي الاهلي قدم لا لا النادي الاهلي كمؤسسه رياضيه وطنيه كبيره جدا طبعاً. لا استطيع اتخاذ اي قرار ممكن يعني لكن في النهايه كابتن مجلس الاداره له مطلق الحريه في اتخاذ ما يراه ولكن انت بتلعب باسم بلد طبعا بالظبط بتلعب باسم بلد لا وهو النادي الاهلي ما هو كمؤسسه رياضيه عارفه حقوقها وواجباتها بالظبط كده ما هو فعلا تم مخاطبه الاتحاد يا فندم انا نفسي افهم ايه هي المقومات لاختيار او الاسباب اللي تخليني اختار دلوقتي هو حضرتك انا من اسبوعين ثلاثه من شهرين مش كان الملعب بتاع السنغال موجود وكان الملعب بتاع المركب محمد الخامس موجود والملعب بتاع استاد القاهره موجود والملعب بتاع الجزائر موجود اشمعنى دلوقتي جاي تطرح انت وتقول يا فندم القرار ده يوم ده احنا المباريات هتخلص السبت تقريبا السبت خلاص السبت المباراتين السبت والحد الحد بالليل ولا الاثنين هياخد القرار طبعا طب ايه يعني ايه الفايده في الموضوع انا مستني لغايه لما المباريات تخلص وتبقى مثلا الاهلي بيلاعب توفير كل الاجواء او وداد المغربي بيلاعب وفاق سطيف توفير كل الاجواء يا كابتن اسلام توفير كل الاجواء لفريق بعينه لحصد اللقب بسط جماهيره وانت خد من داخل الحسابات النادي الاهلي على مدار التاريخ كله واخرها مباراه الرجاء عندما يتوفر لك التحكيم الجيد العادل استطيع ان العب معك في اي مكان مظبوط خلاص تلعب معاك في اي مكان وتحت اي ظروف لكن عاوز اقول باي منطق وباي عقل وباي كل الكلام بيتقال عن تطوير الكره الافريقيه وحاله الحياديه ما بين الجميع وان الفرص تبقى متساويه انك انت مش راضي تقول القرار دلوقتي ومنتظر عمال تعمل اتصالاتك وتضغط على ده وتجيب ده وعاوز تبرر لي انك انت لازم النهائي يبقى فيه 70,000-80,000 متفرج الكلام تقوله من الاول تقول يا جماعه من الاول المباراه النهائيه على ملعب فلان واحنا طالعين التذاكر كل بقى فريق يجيب جمهوره الفريقين اللي وصلوا المباراه النهائيه جمهورهم عاوز يروح لا العظيم ثلاثة لو الماتش فين وقال لك الاهلاويه كلهم هيروحوا انا بقول لك اهو لكن انت عاوز تحط انا بكلمني 70,000-80,000 واحد عايزين يروح الماتش لو فين انت عاوز توديه لو وصلنا النهائي يعني اقامه المباراه في المغرب واحد طرفي المباراه مغربي
مسألة مرفوضة شكلا ومرفوضة. لا خصوصا كانت ممكن تبقى مقبولة لو كان دلوقتي لو كان تم الاتخاذ القرار من الأول. مش هقولك من الأول، هقولك من شهرين. لا مفيش حاجة باينة يا فندم، مفيش حاجة باينة. لو انت محدد من بداية اوكي، بس البطولة. يعني لو خدته من دور الثمانية مفيش حاجة باينة برضه، الرؤية تبقى واضحة. لكن انا دلوقتي عارف ان انا عندي اربع فرق، وعارف ان يوم الاحد او الاثنين هيبقى عندي فرقتين هم اللي في النهائي. خلاص لا ومحسومه يا كابتن استاذ. ازاي يعني؟ ما خلاص اتحسن يعني، واضحه الرؤيه. مش عاوز تاخد قرارك ليه؟ انه تعلن الملعب رسميا اللي هتقام عليه المباراه. يعني لو انت شايف مثلا نيجيريا بعيده عنك كاتحاد افريقي، ما عندك تونس يا عم، ما هي بلد بحيده اهو ما بين البلدين. يمكن ما قدمتش تونس، ما انا بكلم، ما انا هسال سؤال، هل انت دلوقتي حاسمها بملعب محايد ولا انت منتظر من ان كل الاتحاد؟ بس كلامك كلام محترم جدا، يودينا لسؤال تاني يا استاذ جمال. هل اتحاد كره الاتحاد الافريقي يستطيع ان يجبر بمعنى ان هو متسب يرفع السماعه على الاستاذ جمال مثلا يعني الاستاذ جمال علام، يقول له يا استاذ جمال خد الماتش ده معاك النهائي مثلا لو الاهلي مش طرف او كذا؟ طبعا. هل ممكن يجبر؟ لا يجبر، مش بيجبر، ده دي دي ده علاقه واتفاق وفيها مصالح. لا لا مش بالاجبار، مش بالاجبار. هو اعتقد ان بيبقى ليها خطوات معينه يجب ان يتم، ما هي لازم موافقات الدوله واستجابه والامن. لا في مثل هذه الحاجات اللي بتبقى يجب انه الموضوع يناقش بطريقه اكثر منطقيه. انت مش بتجبر ولا فرقه انت متفق ان هي اللي هتنظم او دوله. انت بتطرح الامر اختياريا لكل الدول الافريقيه. طب هو في حد اختار يا استاذ محمود؟ لا او يعني هل في دول تقدمت؟ ما عندك المغرب تقدمت طبعا. لا هلا هو دلوقتي اللي انا بقوله لك يا كابتن ان هو المغرب تقدمت. مش عارفين. لا لا هم اللي بنحاول نسال، محدش بيقول لنا. هم قايلين ان المغرب تقدمت، انت تقدمت عشان تاخد الكونفدراليه. انت في انا بتكلم على دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا بقول لك المغرب تقدمت، انت قدمت المغرب بس. المغرب بس بس اللي تقدمت؟ بس المغرب بس. ما هو ده السؤال المحير. طيب انت قلت ليه على ارض محايده وسميت ملاعب؟ يعني سميت ملعب في نيجيريا وسميت ملعب في السنغال، وبعدين دلوقتي راجع تفكر تقول ايه؟ خلي بالك الطرح الجديد بقى ان هو يقال انه هل هو ما يسرب انه رئيس الاتحاد الافريقي ساب الامر لفوز الاقجع وسنجور اللي هو الممثل سنجور ممثل السنغال الاتحاد السنغالي ان هم ياخدوا القرار؟ لو تم هذا الامر يبقى هنا المكتب التنفيذي هيبقى فيه ايه؟ ما تضمنش بقى ايه الطرح اللي هيتم؟ ايه الكلام اللي ما انا عشان اقول لك تعالى العب عندي انا بقدم لك اللي انت ايه الاستفاده اللي انت هتعود عليك لما تيجي تلعب عندي؟ ما برضه في استفاده ماديه وفي استضافه وفي شغل كل زي ما انت عايز. ممكن لكن ممكن اقول حاجه حتى لو كان متفق على ده قبل ما يتضح طرفين النهائي في الفترة الماضية لازم تتغير. يعني يا جماعة أنا ملعب محايد لازم. يعني يا أستاذ جمال يا أستاذ محمود أنا اللي بستغرب له هو إحنا ليه إحنا في الديلاما اللي إحنا عاملين أو في الديبير اللي إحنا بنتكلم فيه ده في النقاش اللي إحنا بنتكلم فيه ده عشان هما مش حاسمينه يعني عشان هما مش ولا كان ليه لازمة لو تم اختيار الملعب من البداية إيه اللي يمنع الاتحاد الأفريقي هذا الكيان الكبير الرائع المحترم العالمي كل حاجة حلوة ان هو ما يختار ان هو يختار ملعب عندك كم وخمسين دولة تقريبا 52 دولة عندك كم كم دولة وعندك ملاعب ملهاش حل يعني عندك ملاعب ملهاش كل انحاء البطولة الافريقية ما حدش هيتكلم حتى لو النهائي يعني لو الفرقتين خلاص النهائي بإذن الله عربي خلاص توديني مثلا هتوديني ليه غرب افريقيا عاوز توديني غرب افريقيا خلاص يبقى انت هنا عندك خطه يا كابتن اسلام كاتحاد افريقي محددها زي الاتحاد الاوروبي اللي انت بتقلده مثلا النهائي السنه الجايه هيبقى في ملعب في زامبيا السنه اللي وراها في ملعب في رواندا بعديها في نيجيريا بعديها في غانا يبقى انا محدد بغض يعني ايه لو طيب لو جالك طرف لو من البلاد دي يعني. انت بتختار برضو كنظره بتختار ما يكونش في طرف هيلعب على ملعبه عشان ما تديش ميزه اللي ميزه عشان انت كده بتشكك في نفسك وبتحط نفسك في دايره الشبهات لانه الله طب ما هو قادر مثلا في الاتحاد الاوروبي كان يروح يودي ملعب مباراه تتلعب في الحته الفلانيه يا جماعه مثلا ووديها مثلا بطل فرنسا روح وديه يلعب في فرنسا ينفع هيقول له لا ما ينفعش انت كده بتقتل روح المنافسه فاعتقد انه الامر ده الامر يمس الاتحاد الافريقي
ويحتاج بأمانة ورهان كبير جدا على حاجات كتير. الناس فقد الثقة في حاجات كتيرة جدا في الاتحاد الأفريقي، وعندي أمل أن الوضع يتغير، يبقى في كورة، في تطور للأفضل على صعيد كرة القدم، على صعيد التحكيم، على صعيد الأمور الإدارية، على يعني عاوز أقول محتاجة نقلة. لكن احنا ندخل في دايرة حتى الآن منتظرين أنه جانب بعينه هو اللي يحدد ويختار المباراة. طب ما كنت أعلنت من الأول يا جماعة خلاص المباراة تحت اي ظرف المغرب وخلصت الحدود. اضرب المغرب في الحبه معلش يعني مع احترامي. خلاص خلاص لا انا بتكلم حتى اليومين دول. هو لماذا لا مفيش هو حضرتك عندك عايز الاجابه عن السؤال يا كابتن؟ لا يا فندم انا لماذا لم يعلن حتى الان؟ لان هم ما يقدروش يعملوا ده. لا ما هيعلن يوم الاثنين ولا الثلاثاء. ما يقدرش يا كابتن اسلام يعلن ان المباراه ستقام في مصر او في المغرب طالما الطرفين طرفين المباراة مصري مغربي. طب ما هو الأقرب مش هيقدر. هو مش حضرتك سامع زيي ولا أنا بقول لا لا سامع. هو حضرتك سامع زيي إن المباراة الأقرب ليها الأقرب لاستضافتها. التسريبات كلها شغالة كده في الصحافة المغربية. المباراة ب 90% اتحسمت في مركب مولاي محمد. كل ده ودائما في السنوات الأخيرة التسريبات بتبقى من المغرب. طبعا على طول خلي بالك بقى. دي ولكن دي شطارة من أيام أحمد أحمد. أيوة فندم بس دي شطارة منهم. ما هي دي شطارة. الصحفيين اللي هناك أيوة يعني أو المجتهدين اللي هناك بيجتهدوا بيجيبوا الخبر تمام كويس. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن هو ليه مش عايز يعلن لغايه دلوقتي. انا بجد وانا قاعد بفكر في الموضوع يعني انا كنادي اهلي مثلا المباريات الافريقيه 14 15 14 ماتش ماشي ال 14 انا بقالي 13 ماتش وبجيب طياره خاصه وبسافر اخر الدنيا وبرجع اتعادل او اتغلب في الدوري بسبب المباريات طول المسافة والمش والتعب والإرهاق وكذا وبعمل كذا وباخد كذا وبعمل كذا كل ده ليه؟ مش عشان أخد البطولة دي؟ طبعا وللمرة الثالثة على التوالي؟ حقي طبعا حقي صح؟ طيب يا فندم يعني هل ده لا يقدر بالنسبة للاتحاد الأفريقي مثلا ولا إيه؟ لماذا لم يعلن الاتحاد الأفريقي حتى الآن رسميا أن المباراة ستقام في المغرب؟ نفس الإجابة بتاعة السؤال لأنه لو أعلن أن المباراة في القاهرة الوداد هيرفض وما جابش ست القاهره خالص يا استاذ جمال. هو مش حط القاهره في حساباته. انا معاك المختار طبعا. هو بيفترض يعني لو نفس الموقف المعامله بالمثل. النهارده اقامه هذه المباراه في دوله تنتمي لاحد طرفي النهائي في اجحاف وظلم للفريق الاخر. يا فندم لو هو جه يوم الاثنين يا استاذ محمود او الثلاث واعلن قرار خاص وقال المغرب هي اللي المغرب ايه رد الفعل؟ عافيه يعني ولا ايه؟ مش عافيه خلاص خد قرار عافيه. مكتب التنفيذي وافق على الكلام ده. مكتب التنفيذي وافق. مفيش حاجه اسمها عافيه. هقول لك تصويت. تصويت لا بس غير بص غير مقبول. احنا بنتكلم في حاله غير مقبول وبعدين لا غير مقبول ويجب ليه انت ترفع قضيه في المحكمه الرياضيه إقامة مباراة. هو النادي الأهلي دائما ما يتبع مثل هذه هو النادي الأهلي دائما ما يتبع هذه الطرق الحقيقة إن هو زهقنا احنا من المحكمة الرياضية يعني في الحالة دي خلاص. أنت أنا شايف إنه الاتحاد الأفريقي لو أصدر قرار يحتوي على نقل المباراة إلى إقامة المباراة النهائية المغرب خلاص هو فقط ما يسمى بالحيادية وإنه خلاص تم توجيه المباراة نحو طرف بعينه وفي خلال ايه بقى يترتب عليه بحضور جماهير 70-80 ألف تحديدا. كمان عندك اتحاد الافريقي دلوقتي ضغط عمل حاجة يعني. طب هتقول لي مين الحكم اللي ممكن يدير المباراة النهائية؟ تجيب حكم مش افريقي؟ لا راح جايب لك افضل حكم في القارة فيكتور جوميز راح مديه مباراة العودة اللي هي تحصل حاصل مع بيترو اتليتيكو والوداد. فيسيب لك الساحة لمين؟ حطك قدام مين؟ يا بكاري جسامة يا ما جيتنداي يا حكم نفس الدايره اللي انت ايه بتدور بيها. طب لما احنا بقى لنا 3 سنين بنقول ايه الدوري الدوري العام المصري السنه اللي فاتت النادي الاهلي خسر على الرغم من الاداء السيء اهو عشان ما حدش يقول لي مش عارف ايه بفعل التحكيم السيء بفعل وكذا 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 ولكن مع كذا 15 نقطه فقدها النادي الاهلي بسبب بعض القرارات او قرارات خاطئة. قرارات خاطئة واضحة. متعمدة. واضحة. متعمدة كمان من ناس بعينها. أنا واضحة. بس عايز أقول لك على حاجة لما تيجي تسرد أسماء الحكام وتجدهم نفس الحكام ونفس هم الطائر نفس الأخطاء ونفس أخطاء السنة دي هم نفس أنا بالنسبة لي هي أخطاء واضحة. هو محمود عاشور هو محمد الحنفي هو نفس اللي هو معروف هو بص عايز أقول لك على حاجة ويبدو وكأنه الأمر يعني بص سيبك من ما فيش ضمير. دول ما بيخافوش من ربنا. لا ربنا لا دول ما بيخافوش من ربنا ما عندهمش ضمير خالص. ده ضميرهم
بينتهي مع اللقطه دي يا ريس. قد تكون انا وجهه نظري في هذا الامر، معلش يا استاذ تصرفات، معلش يا كابتن حضرتك وجهه نظرك انا احترمها. لا يا فندم انا بقول دايما انا لازم ابقى عكسك. ما انا واخد بالي بس انا بتكلم على ايه؟ لكن لما تكرر نفس الاخطاء، لا لما تكرر نفس الاخطاء بنفس الصفه بنفس الشكل مع نفس الفريق مش عاوزين نقول اصل ده كتاب يتكتب يا كابتن سمير لو سمحت. الكره اللي احنا ما دي المشكله، يعني انت لما تعرض اللقطات اللي انت بتعرضها دي وتيجي مع قرارات نفس الحكم والفار رجع خد الو طلع راح شاف ما خدش ثانيه خد قراره، غيرك قاعد اربع دقائق بشاور نفسه احسبها ولا ما احسبهاش. طب ايه رايك يا رد الفعل هتبقى ايه؟ مين بص عليا من خايف؟ لما ينتفي المساله دي ويبقى التحكيم بيهدر مجهود نادي بادارته بلعبته بملايين بتتصرف بقرار غير مسؤول، ويطلع في الاخر يضحك لك ويبتسم لك ويطلع يعمل لك صوره على الفيس وبيضحك وعامل فيها ان هو جاب مش عارف مين، ده امر في غايه الخطوره. امر يحتاج انك انت لازم تحاسب ماشي يعني قضاة الملاعب بامانه شديده بعافيه شويه بعافيه شويه قوي، محتاجين يرجعوا شويه كبير جدا جدا خلال هذه الكره. والله بعيدا عن الالوان يا استاذ محمود، الكره قدامنا اهي بعيدا عن والله شيل الاربع الوان من هنا، لكن هي نفس الكره، هنا طرد وهنا لم يتم اتخاذ اي قرار اداري. خلي بالك هو الراجل طرد هنا في ماتش الاهلي بعد الرجوع للفار بعد الفار هو كان مدي انذار الاول، بعد كده الفار رجعه ولعب اللعيبه ده يعني اللعيب اللي نازل تحت على رجله مفروده ومش يعني حسب ما قرروا بالظبط يعني دي كاسر. لا دي الكورتين دول مثال للحكم الناجح يعني ايه اللي عايز ينجح، سوري مش الناجح اللي عايز ينجح، يعني انا دلوقتي واللي ملوش غرض مش عايز ينجح، انا هقول اللي مش عايز ينجح ملوش اهواء فهو مش عايز ينجح يؤدي دوره او اللي عايز ينجح فيعمل ايه في كره زي دي؟ هطلع الكارت الاحمر بالظبط يعني الراجل طلع الكارت امبارح في المباراه في فاق سطيف طلع الكارت بمنتهى الهدوء، والراجل والناس جات له انت ازاي؟ قال لهم لا يا جماعه دي كره جامده وكذا وخلص المباراه لانها واللعيب طلع في منتهى الهدوء. وايه اللي حصل تاني؟ وهو الحكم كان لا كويس. كل الصفحات وفاق سطيف او معظم صفحات وفاق سطيف امبارح بتتغنى بالتحكيم وبتقول ان التحكيم هايل وان بتاع وان اللاعب اشادات بالحكم قبل المباراه الحكم افضل من جسامه وافضل من كذا. طب انا عاوز اقول لك حاجه معلش يا كابتن سيد، اتفضل. في ضربه جزاء الاهلي الاخيره مع سيراميكا لو كانت لصالح سيراميكا ضربه الجزاء كان هيتعلى الحكمين، عبقري صاحب شخصيه وجامد برافو عليه حل. برافو عليه خد قرار وانتزع قراره من براسين البطل طبعا. وعمل مش عارف مين شفت ما خافش شفت وقف ازاي، يعني عايز اقول لك ايه عندما يكون شيء دايما للبطل المتصدر انال منه ازاي؟ انا مش قادر انال منه في الملعب خلاص، فاضطر ان انا انال منه في الكلام على ايه؟ ان انا احاول ان انا اجرح واشوح صح. بص الصفحه دي صفحه وفاق سطيف العالي يستحق ولا يوجد اي شيء مشبوه في المباراه، ده جماهير وفاق سطيف مش انا ولا حضرتك ولا حضرتك ده جماهير وفاق سطيف. لا هو فعلا كده وبعينه الجميل فيها انه حتى الحكم لو قلنا ان هو ما خدش باله الفار لما نبهه وراح اتفرج عليها خلاص ما اتفرجش، ده هو قال له كان باينه جدا. وبعدين طب ما هو الحكم ده هو نفسه اللي لغى الهدف صح التسلل لغى الهدف التسلل لغى الفار لغى التسلل طبعا برضه بالفار. فهي الفكره ايه؟ الفار يا كابتن اسلام معمول عشان يقلل مشاكل واخطاء التحكيم بالظبط كده. اذا في حكم الفار بينبهه وهو ما بيتراجعش او ما بيصلحش قراراته يبقى هو هنا نقدر نقول بقى ان طب مش اول خطا ليه يا استاذ جمال؟ ايه الحكام اللي عندنا دول مش اول خطا ده ليه؟ نفس الحكم اللي اخطا السنه اللي فاتت يعني كابتن عصام عبد الفتاح. ما هو احنا ليه بنقول كده؟ يا ريت بقى، ما هو برضه هنا الفرق بيبقى واضح في الاداء. يا ريت حكامنا وهما بيتفرجوا على الماتشات دي واداء الحكام فيها يتعلموا منها. يتعلموا ايه؟ هو انت في عندك حكم راح كاس عالم؟ ما هو مفيش. ثواني بس، ما ده السؤال برضو. طب ريت حكم عندك مثلا مرشح انه ممكن يحكم نهائي الكونفدراليه؟ لا ما هو دي ثواني بس انا بسالك سؤال اهو. هات لا يا فندم ثواني بس، عد لي من سنين ثلاث اربع سنين ورا قول لي من هو الحكم المصري الذي من ايام الكابتن عصام عبد الفتاح. انا بكلم اهو من هو الحكم المصري الذي ادار اي نهائي افريقي اي سوبر افريقي ليس فيه طرف مصري؟
اي مواجهه مهمه ومرتقبه في كاس العالم كان فيها حكم مصري. بس خلي بالك الاهلي دايما بيوصل النهايه. ما انا بتكلم، انا بتكلم على المواسم اللي انت اختفيت فيها لم يكن لك تواجد، فما تتكلمش على انه يعني على انك انت، عاوز اقول لك حاجه، ما انت بتتكلم على انك لما بتتعرض في المواجهات الافريقيه ومباريات الدوري على بعض الكرات والاحتكاكات وتفاجأ بقرارات وهميه وغريبه من هنا وتدليل ومش عارف ايه، وتفاجأ بقرارات تانية في مواجهات رسميه وقويه ان الوضع مختلف خالص. لا انت ما عندكش، انت عندك لعبتين، نفس اللعبتين في مباراه لسين ومباراه صاد، هنا قرار وهنا قرار، هي دي الكارثه. بالظبط. انا كرئيس لجنه الحكام المفروض ان انا ما عنديش يعني المفروض لابد يكون عندك توحيد للقرار، المساواه حتى في الظلم، حتى في يعني بالزبط. ساوي في يعني ساوي في الظلم. يعني اسالك سؤال، يعني واحد بيشوح لك تطلع عشان ده مسكين معهوش جمهور، تعمل له انذار وتجري وراه وتعمل نفسك شخصيه، وعند الطرف الثاني تروح مديله قفاك، حتى لو الاهلي، حتى لو الاهلي، حتى لو الاهلي اديله، ده اللي بيسموه ايه، كلب مكيالين. انك بتيجي تعمل عليا عنتر، بتيجي تعمل تعمل عنتر من ايه، ومع الاخرين ما مستغل الظروف دلوقتي، دلوقتي في ظروف، ظروف استثنائيه متمادي فيها. نتمنى ان الامور دي تنتهي. مش عايز اتكلم عن التحكيم المحلي يعني اليومين دول، لانه الحقيقه احنا عندنا مهمه قوميه، مهمه وطنيه اكبر، وهي مباراه وفاق سطيف. وانا دايما بشوف ان كره القدم يا استاذ محمود، يا استاذ جمال، لا ممكن يحصل اي حاجه والله. انا بقول لغايه ما الحاجه، قصدك على النتيجه، بص كرة القدم فيها كل شيء طبعا، شفنا ياما شفنا، بس برضو حصل. معلش الاداء، وانا بقول مش الاداء الفني بس، انا بشوف الروح اللي لعب بيها لعيبه الاهلي المباراه اللي فاتت مع حضرتك. صح، انا بقول ان دي تساوي كتير جدا طبعا، بدليل ان انت في كورتين يعني اتلغى لك هدف، وكورتين في القائم، اربع كرات في العرض، وكورتين قائم. في القائم ومع ذلك انت مستمر وكملت وقدرت ان انت تكسب. مزبوط. مش مساله ان في لعيب اتطرد خالص، عشان لا اصل في بعض الناس ايه برضو بيحاول يقلل، يا عم انتوا بتلعبوا مع فرق، ده خطا من الاخطاء يا فندم. انا استغليت زي ما موسيماني قال لك انا استغليت خطا من الاخطاء، وانت ممكن إن هو تلاعب فرقه ب 10 لعيبه وتتغلب وتتغلب عادي جدا، عادي لا جدا. اداء الاهلي في هذه المباراه مختلف جدا جدا، وانا بقول برضو ان ده يعني في اطار التقويم طيب اللي حاصل. يعني اخيرا برضو يا استاذ محمود، النهارده في مباراه مهمه جدا 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 في السوبر الافريقي، مباراه صامته، انا مسميها المباراه الصامته، ولكن الحقيقه جمهور الاهلي خلاها مباراه العالم كله بيتكلم عنها، او افريقيا على الاقل اللي بتتكلم عنها، لانه فوز النادي الاهلي النهارده في السوبر الافريقي في كره اليد على نادي الزمالك. نادي الزمالك فريق كبير، واحد من اعظم واكبر واهم الفرق اللي موجوده في كرة اليد في مصر وفي افريقيا، وبالتالي فوز مهم جدا في وقته الحقيقه. لا ده جه في وقته. لا شك انه طبعا نادي الزمالك في كرة اليد متمرس طبعا، يمتلك تاريخ ومجموعه من اللاعبين المميزين، محدش يختلف على كده، لكن كون عودة النادي الاهلي في هذا الوقت بعد التغييرات اللي تم اجراءها، تدعيم الفريق بعد اللاعبين، ايضا عدم الاستسلام داخل اللعيبه والاصرار على لا شك انه كانت النهارده حاله من المتابعه. عاوز اقول انه في حاله الان بيعيشها الجمهور المصري بكافه اهتمامه، متابعه بطولات الصالات. الحمد لله. وانا عاوز اقول من هنا، انا يعني بحيي قناه الاهلي وادارتها والمسؤولين اللي فيها على اهتمامهم بنقل المباريات ومتابعه مباريات الاهلي وتنقل فرقه في افريقيا وهنا في مصر وفي الخارج، ده شيء كويس جدا لدرجه يعني. طبعا بصراحه في جهد، في جهد كبير كل الناس الحقيقه، في جهد يعني بتعمله، لا بتعمله الاداره، لا بامانه شديده مش عشان احنا على الهواء، لا بتعمله الاداره، بتعمله حضرتك، بيعملوا الاستاذ الخطيب، بيعملوا استاذ سيف الوزير، يعني مهندس سيف الوزير، في شغل، في مجموعه بامانه شديده، في ناس دلوقتي بتقعد بتتذر وبتتفرج وبتتابع. يا استاذ محمود، اي مباراه هتتاح، انا بقول لحضرتك وده على الهوا اهو، انا بتكلم على الهوا، اي مباراه هتتاح ان احنا ناخدها في قناه الاهلي هناخدها، ولو بايه؟ انا عارف الغرض خدمه جمهور النادي الاهلي. خلي بال حضرتك، فوز مهم جدا، يعني بطوله كبيره وغاليه جدا امام فريق كبير لا احد يختلف عليه، فريق يمتلك عناصر من الخبرات الكبيره جدا مع منتخب مصر،
لا شك ان الفوز ده بيعني الكثير لكره اليد الاهلاويه في العوده على الطريق اكمال البطوله بروح معنويه كبطوله افريقيا اللي بيشاركوا فيها. العوده فيها بتبقى مهمه جدا طبعا. بحيي اللعيبه، بحيي اصرارهم، بحيي الجهاز الفني، بحيي مدير النشاط الرياضي، وده ما يقللش عن الجهد الكبير اللي عمله الكابتن رفعت عبد القادر قبل كده اللي سلم المهمه. هو هي دي الاهلي، هو ده الواضح، هو ده الشغل الكبير جدا. ايضا بتمنى التوفيق كمان لفريق الفولي في بطوله افريقيا وفريق السيدات. يعني عاوز اقول لك ايه، هي دي المنافسه، هي بتروح وتيجي، هي دي حلاوه الرياضه. من غير ما نخرج عن الاطار، ولا انا اقلل منك ولا انت تقلل مني. مزبوط. اذا فزت انا بحييك، اذا خسرت واحنا شفنا روح اللعيبه مع بعض الفريقين قاعدين في فندق واحد في قمر جميله. كل الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا كلام خالي من الضمير، خالي بيلعب لاشياء انا بقول حرام كده. يعني ما ينفعش ان دول بيبقوا عناصر منتخب بيبقوا مع بعض، ما ينفعش يا جماعه. بتنتهي المباراه بينتهي كل شيء، وده المفروض ان احنا ان احنا نشتغل عليه. احنا نعليه ان المنافسه في دار الملعب، تخرج من المنافسه خلاص الدنيا اصبحت عاديه جدا. مبروك للاهلي، اتمنى مزيد من التوفيق ان شاء الله وفوز ببطوله افريقيا. هارد لاك نادي الزمالك، فريق كبير برضو عنده بطوله كبيره اكيد هينافس، مش هيستسلم، هتكون عنده دوافع كبيره كمان ان هو ينافس على البطوله ان شاء الله. ده كله بيصب في صالح المنتخب الوطني لكره اليد اللي طبعا وصل للعبه العالميه بصوره تؤهله ان شاء الله يكون موجود على القمه دائما باذن الله. استاذ جمال، اعتقد ان دي بدايه جديده بعد اخفاقات في السنه الاخيره الحقيقه، سواء في الدوري او في الكاس في كره اليد او حتى في الطايره في الدوري وفي الكاس، من 10 سنين تقريبا او من 8 سنين. 7 سنين. 7 سنين. فولي 7 سنين دوري. فولي 7 سنين دوري كل حاجه. وبعدين طبيعي ان يحصل كده، ولكن في النهايه احنا زي ما انا قلت في البدايه وزي ما حضراتكم دايما بتقولوا ان لا احنا عايزين نكسب. في الرياضه مقبول جدا جدا ان تتعرض لاخفاق مره. نعم. لكن العادي بتاع النادي الاهلي، وانا مش بجامل طبعا النادي الاهلي، ده الارقام موجوده. بالارقام، ولو عايز اجيب لك الارقام في كل اللعبات هتلاقيها النادي الاهلي هو البطل. لما يحصل مره دروب، الشطاره بقى والشيء الجميل ان انت تصلح الغلطه. يعني لو في خطا ما في ادارتك للمكان او ادارتك للعبه او ادارتك لمهمه معينه انت مسؤول عنها، ان انت تصلح ده. ولذلك انا بقول انه هذا الفوز اللي هو الهاندبول كره اليد، يعني اهلت الكاس العالم للانديه بالظبط. ويعني انا عايز اقول ان دي بدايه حقيقيه ورساله لكل الالعاب الاخرى الجماعيه، العاب الصالات، انه الجماهير منتظراكم بالظبط، وانكم لازم تصلحوا. كل واحد عنده مشكله او عنده خطا معين يصلحه في اقرب وقت. وبكرر برضو الشكر اللي قال عليه الكابتن محمود للإدارة هنا، إدارة القناة، نعم، على اهتمامها. لأن برضو شيء مهم جدا يا كابتن إسلام، إن لعيبة الألعاب الأخرى غير كرة القدم يجدوا أنفسهم في أحضان الإعلام الأهلاوي طبعا. ده مهم جدا. وأيضا للجماهير، يعني النهارده الجماهير بتبقى متشوقة طبعا إن هي تعرف. خلي بالك حضرتك في بعض المواهب بتبقى مذاعه على قنوات اخرى، ولكن الجمهور بيسالنا هو انتوا ليه ما بتذيعوا؟ أيوة. لا هنذيع يا جماعه، طول ما احنا قادرين هنعمل. لان هو عاوز يشوف هنا. مظبوط. وعاوز يتفرج عندك في القناه بتاعتك. مظبوط. فطبعا بنشكركم طبعا جدا بالنيابه عن الناس، وبالنيابه عن الناس اللي كلمونا وقالوا لنا ان هم مبسوطين بهذا الامر يعني. فبنتمنى ان شاء الله انه يكون التغيير اللي حاصل فيه بوجود الكابتن خالد العوضي هو هيكون امتداد قوي وناجح ايضا لمن سبقوه، واخرهم الكابتن رؤوف عبد القادر. واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه تشهد يعني اشياء جميله جدا على مستوى كره القدم. انا قلت برضو في بدايه الكلام يا استاذ جمال، استاذ محمود، اخيرا يعني لو نتذكر الهزيمه القاسيه للنادي الاهلي من سان داونز اللي هناك، لما رجعنا واتغلبنا هنا كسبنا 1-0. انا فاكر وليد ازارو والجمهور حي لعيبته، ولو تفتكر الكابتن خطيب وقعدته اللي عمل كده، والناس كلها قالت لك وتكوين فريق جديد لكره القدم استحوذ على 80-90% من البطولات اللي دخلها. نفس الامر كان بينطبق على كره اليد لو حضرتك تتذكر. ممكن بطل وتتعرض حصل كده، فانت بتعمل فريق جديد، ولكن بتعمله بقى من الناشئين في كره اليد.
اعتقد ان شاء الله الفتره اللي جايه مستقبل هيكون لصالح هؤلاء. ونتمنى برضو على الشباب. على مستوى كره القدم الفريق ماشي زي الفل في افريقيا، ان شاء الله يكمل وان شاء الله يحصل على اللقب 11 باذن الله. وكمان عايزينه على مستوى الدوري بقى ان شاء الله يتوصل موسيماني الى الخلطه المحليه ان شاء الله. وانا بعتقد ان المباراه اللي هي الاخيره امامه فاق ستيف هتبقى نقطه انطلاق يا رب محليا وافريقيا ان شاء الله، وحتى كاس العالم للانديه. النهائي في ملعب محايد، ده عنوان حلقتنا النهارده وخلال هذه الفتره، خلال 4 أيام القادمه الكل او كل جمهور النادي الاهلي وهو الجمهور الاكبر والاعظم وكل شيء الحقيقه هو ينتظر القرار ان يكون ملعب النهائي في ملعب محايد بعيدا عن الاربع فرق الحقيقه اللي بتلعب في الدور قبل النهائي. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن، وبقول برضو بتمنى الاتحاد الافريقي اعتقد ان هو هيكون منصف في التعامل مع هذا الامر، وباذن الله تبقى المباراه في ملعب محايد. يا رب. انا بشكرك جدا يا استاذ محمود على وجودك معانا. شكرا جزيلا لاساتذتنا الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري. هطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت على الهواء مباشره لشرح بعض الامور الخاصه والتكتيكيه في مباراه الاهلي وفاق سطيف، وايضا دائما او مش ايضا دائما النهائي في ملعب محايد بعد هذا الفاصل.